هنفتح البوكس ونشوف ايه المكونات اللي موجوده، ويا رب اكون قد التحدي كده واقدر استخدم المكونات دي ونعمل بيها وصفه ظريفه ان شاء الله. يلا بسم الله. الرساله: مساء الخير يا شيف مروه، بما ان خلاص المدارس بتبدا احنا عاوزين نودع الاجازه وناكل اكل المطاعم بس في البيت. طب ماشي، اما نشوف. شوكولاته، ايس كريم. ماشي، بجيب البتاع ده هنا. دي مستردة، هي شكلها باين من الاول بس خفت لا تطلع مثلا جيلي ولا كاستر ولا حاجه. وده لبن. ماشي، وزبده. وده ايه ده؟ كيك. ده براونيز جاهز. لحمه مفرومه. انا لما بشوف اللحمه المفرومه بطمن، لاني اقدر اعمل فيها اي حاجه هطلع اكل على طول. اللحمه المفرومه دي بالنسبه لي كده بطمن على طول يعني. وايه ده؟ ده ايه ده؟ هو مش صويا صوص بس ده ايه؟ ده صوص كده يعني. ماشي، انا هفهمه ان شاء الله دلوقتي. لبن، مكسرات. حاطينها لي في العلبه الكبيره دي كلها ليه؟ معلقه مكسرات، معلقه سوداني دي من بتاعه حلاوه المولد. ها ماشي، ليها هنا كده. بقدونس، وده ايه ده؟ نشا ولا دقيق؟ ده دقيق. ماشي، في بيضه. بيضه دي نخليها مع اللحمه بقى ولا ايه؟ دي النيله. الحيره دي ده ايه؟ ده بهارات ايه دي؟ دي لوكشة بهارات كده، مش عارفه. مهم قوي ان البهارات تبقى فريش عشان اعرف اشمها اعرف دي بهارات ايه. ده ايه برضو؟ بهارات برضو. ده توم باودر. وده دي بهارات ايه؟ دي سبع بهارات. دي سبع بهارات. وده صوص شوكولاتة. وده بصل متقطع مكعبات. وآخر حاجة بقسماط. ماشي، نشيل كده بقى ايه، نرجع البوكس ونركز. انا هعمل ايه؟ طبعا هما كده وصفتين، لان في شوكولاتة وآيس كريم وكيك. ده نخلي الكيك هنا جنب الايس كريم، والزبده ممكن نخليها جنب الحاجه الحلوه. وفاضل قد ايه؟ لسه هتبتدوا؟ يلا ابتدوا بقى. ماشي، بقسماط وبصل ولحمه والتوابل دي اهو كده، وهاخد معاها البيضه. مش عارفة هعمل ايه بالمستردة وبالصوص ده. استنى اما اشمه تاني. ده صوص شوي او صوص مش قادرة احدده، بس هو ريحته حلوة. ريحته كده فيها شوي لحمة ودقيق ولبن طب انا مبدئيا هعمل كفتة.
لان لحمه وبيض وبصل تبقى كفته مع التوابل دي والبقسماط، ومعايا لبن ودقيق. لا يبقى هاخد الزبده بقى من الحلويات، خليها هنا الزبده. خلاص يا جماعه انا عرفت هعمل لكم ايه، انا عرفت هعمل لكم ايه. استنوا اطلع بس كده ايه الطاسه اسخنها بسرعه. انا هعمل كفته، اكله بناكلها بره. استنوا هظبطها اهو واقول لكم. هعمل الكفته السويديه. الله اكبر عليا، بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله ما يكونش فيه مكون ناقص ولا حاجه، ان شاء الله هعملها وخلاص بقى زي ما تطلع. حط اللحمه، حط لها ملح وفلفل، ملح وفلفل، وقلنا ده ايه، قلنا ده توم بودره ماشي، وده 7 بهارات. ده انا مش عارفاه، بس يمكن جوزة الطيب بقى، لان هو لونه لون جوزة الطيب بس ملوش ريحة، هو ملوش ريحة. وهنحط البصل، شوية بصل، ونحط البقدونس اللي بتاع ده قصدي البقسماط، وهكسر بيضة، خبر يا خبر يا خبر، قشر بيض وقع بس كده، وايه واعجن بقى الكلام ده اهو. ان شاء الله هتطلع وصفه خطيره. والكفته اللي انا هعملها دي هو في البتاع ده بياكلوها في المطاعم بره على الطريقه السويديه، فهتبقى ظريفه قوي. والله انتوا المفروض تسقفولي بقى على فكره. بس انا بقى نفسي اعرف بقى فريق الاعداد اللي بيحط لي المقادير بيبقوا حاطينها علشان عارفين انا هعمل ايه، يعني عايزين يوجهوني. والله اسالهم، انا بسالكم بقى السؤال ده دلوقتي، انتوا بالمقادير دي بتوجهوني لوصفة معينة أنا بعملها صح زي ما أنتوا كنتوا عايزين، ولا أنتوا بتحطولي المقادير وخلاص بطريقة عشوائية؟ أنا عايزة أعرف، يعني هل أنتوا مثلا بتبقوا حاطين في دماغكوا وصفة معينة فبتشوفوا أنا هنجح هعملها ولا لأ، ولا هعمل واحدة تانية؟ عرفوني. كده ايه دي كفتة، ناخد كده من اللحمه، بس انا عايزه كده ايه اعجنها كويس عشان الكفته ما تفكش، لان انا هعملها على طول دلوقتي، والمفروض ان احنا بعد ما بنعجنها كده بندخلها التلاجه شويه، فانا طبعا مش هينفع ادخلها التلاجه بقى ولا بتاع، فعايزه اتاكد كده انها ايه متظبطه كده. دي واحدة كمان، وناخد واحدة كفتة كمان. مستنياكوا تردوا عليا، مش عارفين الإجابة ولا إيه؟ أهو كده، وآخر واحدة عشان بس الوقت، يبقوا 4 كفتيات حلوين. بس أنا عايزة إيه اتاكد ان الكفته تمام اهو كده ماشي. ممكن ايه، ممكن نديها تعفيره بالدقيق مثلا، ممكن كده ندحرجها في شويه دقيق كده كفته علشان تبقى ماسكه نفسها اكتر، بما اني مش هدخلها التلاجة لان مش هينفع ادخلها التلاجة عشان احنا في الحلقة اهو كده. نغير بقى الجلوفز ده، عايزة زيت، هحط 2 معلقة كده بس في الطاسة.
الطاسة وننزل بالكفتة. سلام عليا، لقد خرقت. لا اسمها ايه؟ لقد خرقت. لقد خرجت من مأزق وسط التحدي. ما بعرف اعمل حاجة، يعني ببقى مبسوطة برتاح بهدى اهو. يا سلام، فين البتاعة اللي هي؟ تعالي انتي يا حلو، انا عايزاها كده بقى تاخد لون الكفتة. انا ممكن بقى ايه اشيل الحاجات اللي انا استخدمتها دي، ما اعتقدش ان انا هرجع استخدم منها حاجة، بس انا لسه عندي توابل مش عارفة هستخدمها في ايه، هخليها. وممكن اللحمة دي بقى خلاص اشيلها، و ادي ده كده. ايوه ماشي، عايزه الكفته كده تاخد لون حلو وتستوي، اشوف لها بقى طبق لذيذ. انا دي ليه كده ماسكه؟ وانا عشان اخد بنديل ايه اللي حصل؟ كده عايزه اجيب طبق جنبي، ده طبق كبير قوي ده. بصوا كده الكفته هتستوي وهتبقى خطيره، ريحتها تحفه. انا عايزه اجيب طبق تاني، ممكن ده عشان احضر فيه. خدتوا بالكم من الحركة بتاعت ان انا عفرت الكفتة بشوية دقيق؟ دي بتخليها يعني لو انت مستعجلة زي حالاتي كده وعايزة تعملي الوصفة بسرعة تبقى الكفتة متماسكة، لكن لو مش عايزة تعفريها بدقيق يبقى خليها تدخل التلاجة كده ربع ساعة 20 دقيقة عشان تتشمع. الكفتة كده ايه اخدت لون وخطيرة. ادي اول واحدة كده خلاص وكده خلاص. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ ان شاء الله اكون فاكره الوصفه، ان شاء الله اكون اللي انا بعمله ده صح باذن الله. الزبده بقى هحط الزبده مع الزيت اللي انا حمرت فيه الكفته كده، بس انا خدت بالكم انا بعت الطاسه شويه كده. انا هنا عندي دقيق تحت، انا ممكن استخدم مكونات بره الموضوع عادي، هنعتبر الدقيق اللي انا لقيته تحت ده زي الملح والفلفل كده. خلي كده الزبدة ايه تسيح كده، حط كده شوية دقيق اهو. والله انتوا حاطين لي لبن، شكرا، بس لو ما كنتوش حاطين لي لبن كنت احط مية عادي. كده شفتوا بقى اللبن اللي انتوا حاطينه قليل، فهحط ميه. كده عايزه الصوص قوامه يبقى مش تقيل قوي ولا خفيف قوي اهو. كده انا زودت ميه في كام حته كده، ايه مكان تحمير الكفته
البصل اللي نزل من الكفته وغمق قوي هشيله من الصوص كده. بس حط بقى ملح وفلفل وهوطي النار بقى خالص. ملح وفلفل، حط رشه بقى من جوزه الطيب دي، ان شاء الله تطلع جوزه الطيب. وهحط المستردة كده والصوص الظريف ده اللي هو صوص الشوي ده. انتوا لازم تقولولي ده صوص ايه لحسن انا مش قادرة، بس هو ريحته حلوة كده اهو كده اهو. يا سلام يا سلام كده. في فاضل في حاجه ناقصه ما حطيتهاش انا ولا حاجه مش عارفه كده. وهاجي بقى عند الطبق الظريف اللي انا هقدم فيه ده، هنحط الصوص كده وهنحط الكفته اهو. ورشة بقدونس. سقفولي انتوا، لازم تسقفولي دلوقتي اهو اهو اهو. بصوا انا جامدة جدا بس ما بحبش اتكلم، شايفين خلصت على طول اهو. خطيرة بس ما بحبش اتكلم. الحمد لله الوصفة الاولى خلصت، نشوف الوصفة التانية هنعمل فيها ايه. ايس كريم. طب ما انا هنحط بقى البتاع. طب بعد الفاصل. ماشي بعد الفاصل. خليكم معانا بعد الفاصل.